خمسة ستة هنشان كتلوكم وكتلتوهم، بس مو هيجي 20 جهل ذبحون ماكو هيجي عمره 15 يوم وليد ولدناه 15 يوم ذاك اليوم ولدناه 15 يوم عمره بسوالف الهجان بس الذبح فقير كبل هم مو صاحي شطار ربك هيجي الله ونعم الوكيل حسبي الله. ايش طلق هاشم مسوي؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في حلقاتنا في كل يوم وفي كل حلقة من هذا البرنامج. لكن قبل ما أبدأ الحلقة للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق من زاخو للفاو على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل هاي الشاشة، ذني رقمين تقدرون تتصلون بأي لحظة من لحظات البرنامج إن كنت عايش داخل العراق. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب في البلدان العربية الشقيقة يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعدكم ذني أرقام اثنين وقبلهن رقمين للداخل، ذني الأرقام الأربعة فقط للاتصال، أما رقمنا الخامس وهو رقم الواتساب. هذا الرقم اللي تشوفوا أمامكم هذا للمشاركة عبر الرسائل فقط، يعني هذا الرقم بس أنه تكتبوا لنا رسائل، هذا الرقم ما مخصص للاتصال، ما مخصص لمكالمة فيديوية أو صوتية، ما أقدر أستقبل بي رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل بي فيديو، فعذرونا ولا تزعلون علينا. واللي عنده فيديو يريد يشارك على شاشة الرافدين مو هذا الرقم أخواني الأعزاء، هذا رقم رسائل البرامج. أما إذا عندك فيديو تريد تدزه للقناة حتى يعرض على شاشة الرافدين، الشريط الأبيض أسفل الشاشة اللي تشوفه أمامك تقدر تتابعه. في نهاية هذا الشريط أكو رقم لنافذة اسمها نافذة أنت ترى بها رقمين واتساب، دز عليها وإن شاء الله نجاوبك. رحيم لغريري هو موضوع حلقتي، والفيديو اللي شفتوه هو بيته. كان من المفترض أن اليوم 31/12 انه تسوي حلقة الناس شلون راح تستقبل السنة الجديدة وشلون تنظر لها، لكن الاحداث اللي صارت البارحة خلتنا ما نتكلم عن هذا الموضوع. اكو مجزرة، مجزرة بكل معنى الكلمة، اكو عملية ابادة لعائلة متكونة من 20 شخص، اب وام وبناته واحفاده، ومن ضمنهم حسب ما شفته بالفيديو يقول طفل عمره 15 يوم. المشكلة وما بيها أنه أكو ثلاث روايات من الجانب الأمني أو من خلية الإعلام الأمني أو من الحكومة في بغداد. هذا البيت اللي تشوفوه هنا بيت مواطن عنده خلاف ويا أحد الأشخاص، هذا الخلاف تكون من عنده قوة من سوات مدججة بالسلاح، صواريخ كاتيوشة ودوشكة و أسلحة رشاشة، وهجموا على البيت لنتيجة هذا الخلاف. لكن اللي قالوه هم أنه اللي عايش بهذا البيت تاجر مخدرات، واللي قالوه أنه هو اللي كاتل بناته، واللي قالوه أيضا أنه هذا البيت بواحد إرهابي. لو كان هذا البيت هو اللي كاتل بناته نشوف الإطلاقات من برا لي جوا لو من جوا لي برا، أي رقم واحد. رقم اثنين، إن كان هذا البيت إلى تاجر مخدرات مثل ما يدعون وهم دا يحاربون أو يكافحون وجود المخدرات بالعراق، فهل من المعقول أن يقعد بناته وأهله بمكان يحوي هاي التجارة مثلا حتى ينكتلون كلهم بهاي الصورة؟ رقم ثلاثة، إن كان هذا الشخص إرهابي مثل ما يدعون هم، هل يستحق الأمر أنه تهجم عليه قوة من سوات مثل ما قالت أخته بأحد الفيديوهات 50 همر يمكن ذكرت بهذا السلاح الثقيل ويقتلوا بهاي الصورة هو وعائلته؟ شنو ذنب الأطفال؟ شنو ذنب البنات؟ شنو ذنب زوجته إن كان فعلا هذا الرجل إرهابي؟ لكن
حتى نكون بالبداية دقيقين. محافظ بابل، الحادث صار بمنطقة جبلة شمالي محافظة بابل. محافظ بابل حسن منديل يقول انه المجني عليه رحيم كاظم الغريري اللي انقتل هو وعائلته ما مطلوب وماكو عليه اي مؤشر او اتهام لدى الجهات الامنيه بالمحافظه وفق الماده الرابعه ارهاب كما اشيع. اذا هاي اول تهمه نزلناها، هو ما مطلوب، اربعه ارهاب حسب ما قاله حسن منديل محافظ بابل. ويقول انه ما جرى في جبله هو حادثه جنائيه بالكامل وليس لها اي خلفيه ارهابيه، حيث ان محافظه بابل امنه مستقره منذ عام 2014. إن كانت حادثة جنائية ليش لحد الآن مدى يتحركون ويعرفون هالهمرات اللي جت وطوقت المكان وحاصرت المكان يومين وثلاثة أيام؟ من ودزها وشون جت وشون تحركت والأوامر منين طلعت؟ هاي كلها لازم يتبعوها. المهم شغلة ثانية، المواطنين يقولون أنه من قتل المغدور رحيم الغريري وأفراد عائلتهم مسوات حسب ما رأوا، واكو حالة غضب شعبي في الشارع العراقي في منطقة جبلة، ويطالبون مصطفى الكاظمي بأن يعني يقدم الجنات إلى العدالة وأن يجلب حق المغدورين. يعني اللقطات اللي شفتوها أنتوا هي هاي لقطات الدمار اللي واجهت أو الدمار اللي صار ببيت رحيم الغريري. الأسئلة التي نريد نطرحها وأتمنى تجاوبوني عليها هن أربع أسئلة. إذا كان هذا الشخص مطلوب فعلا ومطلوب أمنيا صدق، يقتضي بحاله أنه تجي قوات تسوات بهذا الحجم وهذا العدد تهاجم هذا البيت بهاي القوة العسكرية وبهذا السلاح وتهد البيت على روس اللي قاعدين بيه حتى يطلعون واحد مطلوب ويقتلون وياه 19 نفر من أفراد عائلته أصغرهم عمره 15 يوم؟ سؤالي الثاني، شلون راح تبرر الحكومة هاي المجزرة أو المذبحة، خاصة بعد تصريحات محافظ بابل حسن منديل اللي يقول والأجهزة الأمنية أنه ماكو أي مؤشرات على رحيم الغريري وما مطلوب للقضاء وما مطلوب أمنيا؟ ثلاثة، إذا كانت القوات الحكومية في العراق وهي رسمية تجرؤ على ارتكاب مجزرة بهذا الشكل وتجرؤ على ارتكاب إبادة جماعية لأطفال ونساء، إذا ما الفرق بين هاي القوات الحكومية كما تسمى في العراق وبين القوى الإرهابية التي تقتل نفس الجرأة واللي عندها نفس المقدرة على سفك الدماء؟ رقم أربعة، تكررت حوادث الظلم والافتراء من قبل الشرطة في بابل أكثر من مرة، وبكل مرة تنتهي هاي الجرائم والمجازر بدون تحقيق حقيقي، بدون ملاحقة للجنات. وسؤالنا، هاي المذبحة اللي صارت بجبلة بحق رحيم الغريري وعائلته، هل ستنتهي ويطويها النسيان كما طوى غيرها من قبل؟ محمد من أمريكا، حياك الله محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أخوي. أصبح واضح من عندكم بدون زحمة. السلام عليكم. عليكم السلام أغاتي. أخ محمد إذا أمكن نصل لصوت التلفزيون، اسمعني من التليفون أغاتي. انقطع الاتصال يا محمد من أمريكا، أتمنى يرجع لنا حتى نسمع رأيه. فإذا الأسئلة اللي إحنا نريد نوجهها هي بهالخصوص هذا، إذا شخص ما مطلوب وما عنده أي مؤشر وشخص عايش بحالة مثل ما قالت أخته فلاح وعايش هو وبناته وأحفاده ببيت وعنده خلاف ويا شخص، راح نطلع لكم فيديو الأخت وهي تتكلم عن هذا الخلاف، هل من المعقول أن تجي قوة بهاي الكمية وبهذا العدد وبهذا السلاح ومدججة بالسلاح ترمي البيت مثل ما شفتوا بالصور؟ أتمنى الصور تنعرض. هذا البيت اللي تشوفوه أمامكم أكو صور ومحروق كله، ومن الصفحة راح تشوفون إطلاقات نارية لأسلحة مو خفيفة، أسلحة متوسطة. هذا البيت اللي تشوفوه أمامكم هذول كانوا قاعدين بـ 20 نفر،
الشباك هذا داير ما داير الشباك والحائط جوا بإطلاقات نارية لسلاح متوسط. فالسؤال اللي ينطرح هاي الطلقات اللي احكي عليها، الأمر من وين طلع؟ وشون تحركت قطعات عسكرية بسيارات دولة بناس بزي رسمي وبأسلحة رسمية ووصلت إلى هذا المكان وإذا هو ما مطلوب؟ هاي كلها لازم العالم تعرفها. محمد من أمريكا رجع لنا، حياك الله يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا خويا. ونعزي أنفسنا على هالجريمة البشعة. أخي هذول هم متعلمين، كل سنة هم يسوون جرائم. أخي يريدون يهجرون السنة، ما يخلونه بالعراق، ما يخلون سني بالعراق يهجرونه. هذا مخطط إيراني. كفيلك محمد، هم شغلة مقصودة. شنو ضابط يدز قوات من بغداد من الشعب إلى هاي المنطقة؟ هي شغلة مدسترة، هي تتحملها هاي الميليشيات القذرة تحكم العراق. إيران وغير إيران، ذولا هل العمايمة، هل المخدرات، هل الحشيشة، ذولا هم ولاهم كله لإيران. ما يريدون سني يبقى بالعراق. لا أقول لك ولا أقول لي، يجي يهجرون السنة حتى يبقون هم والعجم يأخذون راحتهم، حتى يكثر المتعة والتشيع في العراق والمخدرات، خلي حتى يأخذوا راحتهم ويجيبون الأفغان. ترى أبوالك يدخلون الأفغان، ترى بالعراق همين أفغان ما أفغان. كفيلك محمد، راح يدمرون العراق. ما يريدون سني يبقى بالعراق. 2020 إن شاء الله لا لقتهم إن شاء الله. شكوى عد معمم مصح أذر ولا على إيران. هذا المنغولي وغير المنغولي الله يهجم على رأسه ورأس الخلفة. عمي هم دمروا البلد من 2003 لحد الآن. الله ينتقم عليهم. جاه هو الله. حيا قناة الرافدين، وأشكركم وأشكر كل الكادر. أشكركم عمري. حياك الله أخوي العزيز. أبو رزاق من بابل، حياك الله أبو رزاق. أبو رزاق. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. على حال محادثة. نعم. على حال محادثة. الصوت مو واضح عندي أبو رزاق، شنو؟ على حال محادثة مع البابل. نعم. هذا محادثة. هاي جريمة بشعة هاي. نعم. هاي هم في الدولة، أدري ماكو دولة دا يقولون يهجموا العراقيين. احنا خلصنا من دواعش، شلون جتنا الدولة هم دواعش؟ نعم. زي ما شاء بيش حال احنا وين راح يولون؟ يسافرون يشيلون العباد وين؟ هاي الدولة قادمتها. نعم. خلي يقولون شيلوا من مناطقكم، روحوا سافروا خارج الدول، روحوا أحسن لنا من هذا العراق. نعم. نعم، شكرا شكرا اخوي العزيز ابو رزاق. ابو عبد الله من كركوك، حياك الله. السلام عليكم. حياك الله اخوي. شلونك؟ هلا بك يا الغالي. انا بس اريد يعني اقول كلام، يعني ما بيها داعي ان تحملون الجزائريه مسؤوليه هذا اللي صار. لا، منو يتحمل اخوي؟ لا، جزاك الله خير. انت كنت في علي، يعني مو صدقني بس علي، لا منتسب لا شيء، بس مو كنت تحمل الاسلاميه كل ما يصير بالعراق. لا، هو السؤال يعني انت تقول مو كلها، يعني هسه هذا الصور اللي موجوده وصور الاطلاقات اللي موجوده على الحائط، هاي اطلاقات مو مال سلاح خفيف. ما يعني لا تقنعني انه هاي الفتحات مال طلقات مال كلاشنكوف او رشاش عاديه. هذه دوشكه او شلقه او مقاومه اللي تسوي هيك اثر. فإذا هذا السلاح متوسط ومو بيد الدولة، لعد بيد من؟ ما يخالف، أنا وياك. بس أنت تعرف أن العراق كل شيء صار يعني أصغر، أحيانا كيف قام يشيل هيك أسلحة؟
زين ابو عبد الله انت تقول يعني منو مسويها لعاد؟ اذا مو الاجهزه الامنيه تتحمل لعاد منو؟ يعني لازم اكو واحد مذنب بهاي هاي مجزره، هاي عائله كامله. والله يا اخي ما انا اشوف يعني القوات الامنيه حقيقه انا مو ضد ولا فعل، بس يعني ما كل شيء يتحمل الاجهزه الامنيه. بعدين انا يعني القناه حقيقه انا اشوف القناه يعني لو ما يعني بلبلة كل شيء بالعراق يعني يتهموا الأجهزة الأمنية يعني مظاهرات أخوي العزيز أبو عبد الله، يعني أنت تقول أوكي أنا وياك، أنت تقول مو القوات الأمنية تتحمل، أنا جاي وياك موافق على كلامك، بس أرد أسألك سؤال، إذا مو أمي مجزرة صارت ببيت 20 نفر وأصغرهم عمره 15 يوم، منو يتحملها لعاد؟ منو سواها؟ أنا وياك بس هل الأجهزة الأمنية جاءت بحضورها؟ هل هم جو بعدين لقوا يعني حتى مطعوم؟ أخوي العزيز يعني أخوي العزيز هاي الفيديوهات اللي طلعت أنا مو كلامي، اللي أنا دا أنقل لك كلام الناس وكلام شهود عيان عن ما حصل. من هاجم البيت وحاصر البيت لثلاثة أيام وفد شوية راح تشوف الفيديو اللي تطلع بأخت المغدور رحيم كاظم الغريري تقول سوات حاصروا البيت يومين وثلاثة أيام وهم اللي ضربوه. زين هذول اسوات مو قوات امنيه؟ والله يعني يعني على كل شيء هذا اول اتصال انا اول قال لكم بي يعني انتوا على كل شيء تكتبون مظاهرات يعني خلي البلد عايش بسلام خلي الامن يسود بلدنا وهذا يعني تدير مظاهرات فيها وما فيها انت يعني انت تعتب على القناه انه هي تطلع الشيء مو زين بالعراق صح؟ مو انا شنو يا بارك الله فيك، انا مو من دول يفشروا. ارد اسالك سؤال اخوي ابو عبد الله، شنو هو الشيء الزين بالعراق؟ انا اكو سلبيات بس انتو شو تصير بدلك؟ تقول مظاهرات فلان، مظاهرات العراق انت فض. ما يصير هم يعني اكو يعني هو يعني تقول هيك صار انه ما تجاوبني ابو عبد الله، ابو عبد الله انت دا تفتر بنفس المكان، انا سالتك سؤال شنو هو الشيء بالعراق زين حتى نطلعه؟ الدولار، الصناعة، الزراعة، التربية والتعليم، المدارس، التجارة العراقية، المخدرات، القتل، النهب، الخطف، التهجير، النزوح، الاعتقال، الأبرياء اللي بالسجون، هاي كلها بالعراق أخوي. وياك لأن هذه التظاهرات تجيب تمر على الميزان مثل ما قالوا. جاوبني رحمة الله عليك. شكرا اخوي العزيز، شكرا. سعد من السماوه حياك الله. نعم رحم الله والديك. والديك الرحمه اخوي. رحم الله والديك بارك الله فيك. وبيك يا غالي. والله الجمره ذولا مو حكومه، هاي مو دوله مجرمه، عصابه اعتبارا عصابه. نعم. الله يخليك. الشحنة حتى حيوانات عندنا لا يطلون عليه، لا يطلون لمات غذائية، حتى البادية مال الشباب أحرمونا منها، يطلعون بيها مشاريع وهمية. نعم. وإحنا والله نرجي المساعدة منكم، الله يستر عليكم، والله يستركم، ونشكر قناة الرافدين. الله يسلمك اخوي، لا شكر على واجب، شكرا. رحم الله والديك. شكرا. بالنسبه للي ما يعرف وصلتني رساله راح اقراها لانه هي في صلب الموضوع، يقول بالنسبه الى مجزره بابل، قوات سوات الاجراميه تقوم باباده عائله بالكامل، الشهداء هم رحيم كاظم عيادة الغريري، سلام رحيم، كريم رحيم، فراس رحيم، ايوب رحيم، ابتسام رحيم، ديانا رحيم، يسرى زوجة رحيم، وشيماء زوجة سلام، عبد الله سلام، سعد سلام، عنود سلام، أنوار سلام. مع العلم أن الابنة الكبرى للمغدور رحيم لديها طفلين صغيرين، والابنة الثانية لديها 4 أطفال هم بالكامل قتلوا في هذه المجزرة. هذه الرسالة اللي وصلتني إلى 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 رقم البرنامج. وأخ أبو عبد الله يقول مو القوات الأمنية تتحمل، إذا مو القوات الأمنية تتحمل لعد منو يتحمل؟ أخوي أبو عبد الله، لو نفرض جدلا أن مو القوات الأمنية هي اللي قايمة بهاي المجزرة وجت تجيها من الفضاء،
قامت بهذه المجزرة القوات الأمنية تتحمل، لأنه ما دافعت عن عائلة رحيم الغريري وما أدت واجبها بصورة صحيحة مثل ما صار في مجزرة الزرقة اللي راح بيها أكثر من 2000 واحد ببابل، مثل ما صار بالأنبار وبصلاح الدين وبالموصل لما انهزم الجيش العراقي أمام كم واحد جايين من الخارج وعاف سلاحه ولبس دشاديش وخلى الأهالي برقبة كم واحد إرهابي، ولما نتحرروا وفرحوا صار بيهم مثل ما صار بسيطرة الرزازة، ولما اجى الجيش وده يقولهم أنا أحرركم قام يعاملهم أنهم عوائل إرهابية وما من حقهم هسه أي وثيقة، وأطفالهم ما يقدرون يدخلون مدارس وعايشين بالمخيمات لأنه ده يعاملهم على أنهم مو عراقيين. فإذا أنت تقول لي أنه القوات الأمنية ما تتحمل هذا الشيء، لعد منو يتحمل؟ أبو أحمد من الحلة حياك الله أبو أحمد. ألو. ألو. أبو أحمد. أبو أحمد عيني أبو أحمد. حياك الله أخوي. تفضل أغاتي. أبو أحمد دا أسمعك أخوي. ألو. ألو أخوي أسمعك. أبو أحمد عيني أبو أحمد. تفضل أخوي. أبو أحمد يبدو أنه أكو مشكلة بالصوت، يما بدأ يسمعني زين، أتمنى يرجع لي. أبو عباس من ديالى حياك الله أبو عباس. السلام عليكم. حياك الله وعليكم السلام والرحمة والإكرام. عمي خضيتنا برقبة صدام الأرعن اللي يسلنا بكلاب الخميني الدجال، وهاي وهذا اللي السافل اللي خبرك من أخوك أبو عبد الله، طبعا هذا سني وأخبر سافل، هذا هم اللي جموا العراق، السنة مات العراق والبحثين اللي جموا العراق. مشاهدينا الكرام، حتى نختصر عليكم الفيديو ونختصر عليكم اللي صار بجبلة، عندنا فاصل قصير أتمنى تبقون ويانا وتشوفون اللي دا يصير. لو خمسة ستة هم شاء كتلكم وكتلتوهم، بس من هيجي 20 جاهل تدخول ماكو هيجي. عمره 15 يوم وليد ولدنا 15 يوم، ذاك اليوم ولدنا 15 يوم عمره. كاظم عيادة الغريري يعني هو منتمي إلى تنظيم القاعدة سابقا ومن بعدها التحق بتنظيم داعش، كان مطلوب للقوات الأمنية وقامت القوات الأمنية فور علمها بوصوله بالتوجه إلى المنزل، ولكن للأسف هذا الإرهابي قام بالإقدام على المواجهة مع القوات الأمنية، ومن ثم بعد ما عرف أنه هو محاصر ولم يكن أمامه سوى أن يستسلم أقدم على قتل كل أفراد عائلته للأسف الشديد. والله كذب، أكو بهالصحراء بيته خايسة، سيارته خايسة، خبز ما يشبع، عنده راتب مال عاطلين عند العمل عايش فيه هو وولاده. هو رجال فلاح فلاح، يعني اليوم سوى تاجر مال مخدرات. والله 20 كلهم قاتلين وبدوش قاتل الصواريخ، بيته منك مفلشينه بالصواريخ مفلشينه. هي البارحة الها يقولون ابوه الكاتل. لا والله مو ابوهم، كذب كذب، والله يحبهم يموت عليهم، كذب مو ابوهم. هذا اللي طلع هاي السالفة هذا يريد يطلع منها،
اللي داز 50 همر البارحة يريد تطلع منها. هذا رجل فقير ما يملك شيء، مستضعف ما عنده كل شيء، غير اللي نفهمكم يعني يدزون قوة من بغداد، يجيبون قوة من بغداد وتجي تكتله وتمشي. داخل المحافظة لا يوجد مؤشر معين على هذا الشخص اللي هو المجنى عليه، لم نجد بينهم من المطلوبين. الحادثة هي إجمالا حادثة جنائية بالمعنى الدقيق أكثر مما هي حادثة مثل ما روج لها حادثة إرهابية. ليش يجي ليش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الطالبين وعلى التلاوة وعيانه. الله أكبر. حياكم الله من جديد. هذا الفيديو الصغير لخصنا لكم به اللي صار في جبل البارحة ومقتل عائلة بأكملها بأطفالها. يعني شوفوا الاختلاف ما بين التصريحات الإعلامية للقوات الأمنية، واحد يقول كان قاعدة وصار داعش، واحد يقول إرهابي ومن شاف روحه محاصر. يعني إذا هو كان إرهابي مثلا وانتو طابله بكل هالسلاح يقعد يقاومكم بشنو؟ مثلا إشحاط فوق البيت، منظمة صواريخ سكود مثلا وإجابهكم انتو بيها. مهم إرهابي أقدم على قتل أفراد عائلته وأحفاده وولده وزوجته وبناته وأولاد بناته، كلهم قتلهم هو بإيده وبعدين انتحر. واللخ يقول تاجر مخدرات، وبالأخير يطلع لنا حسن منديل يقول ما عليه أي مؤشر، ما وجدنا من بين القتلى أي واحد وهي حادثة جناية. زي سعنا ما نصدق. أبو علي من ديالة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله خذ عزي أنفسنا ونعزكم ونعزي أحد المصيبة بهذه المصيبة العظمى. نعم يا أخي، هي لينا وانتهت الرسالة لخلينا وانتهت. ما تلي خالي، هذا بلد مبيوع بشر وشجر ونهر وكله مبيوع، اللي يضرب موسمه يحصل رفل الزهراء. هذا بلد يا خامة بيوع، ترى ما عندنا غير فرض طوق أمن على مكان الحادث، وورا يومين انتهى الموضوع وكل شيء ماكو. والله يعين هالشعب على هالمصاب هذا اللي حلبي. تسمعني أخي؟ أسمعك أغاتي. أخي إحنا ما ظلت عندنا بالبلد غير المواساة، تواسيني وأواسيك. نعم. تواسيني وأواسيك لأن المصيبة أعظم من مصابها والجاي قبل من الراح. شنو إرهاب؟ شنو يعني البشر صار رخيص بالأراض؟ الدولار يصعد والبشر يرخص؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعم الوكيل. نعم. هي لينا وانتهت يا أخي. يا أخي بلد مبيوع بلد مبيوع بلد مبيوع. بسوق الجمعة أفضل. ما أقول لك شو أقول لك بعد. أقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو جاي الإرهابي والمطلوب وهذه وقضاء ومذكرة إلغاء القبول ورا فترة هناك تفاوض وطلع وطن صار. يعني شلون علي من هالشلون اللي نعمله شنو بعد هالشعب هذا المسكين؟ نعم. يعني عندنا ناس معروفين على مستوى ارهاب وقاعده وذبح وهذه، بعدين تساوى قضيتهم واصبحوا وطنيين واستلموا مناصب وكراسي وهذه، والمواطن هذا هو البقاء لله وروح الله ويا اخي. هذه الله يرحمنا الله يرحمنا، ماكو غير رحمة الله. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو علي. كان المفروض تدخل يعني محمد من بغداد بس انقطع الاتصال، أتمنى ترجع لنا يا محمد. أبو حسين من صلاح الدين، حياك الله أبو حسين. الله يسلمك أستاذ محمد، شلونك أمورك؟ ويسلمك يا الغالي، نحمد الله على كل شيء. هي أخونا أستاذ محمد، هي هاي خطة على السنة مال داعش من تربوا المناطق السنية بيوتها، محوها من الوجود ومحوا بساتينها ناحية ثرب، كل المناطق السنية هاي كلاوات مال داعش، هاي اتفاقية بينهم وبين الحكومة وبين إيران. إحنا منطقة صفنا شيعة، ما بيهم فخذ ما يعادل من أفخاذنا
هي وقفوا خطة مرسومة للمناطق السنية. أخذ الكلام المضبوط أستاذ محمد، أخذ الكلام من عندي. نعم. عمي هيتوا الناس، هيتوا هجروا الناس، دمروا الناس، دمروا المناطق السنية، بيت الله جامع فلشوا يا أستاذ محمد. والكاظمي شلون حاطينه ثاية، ما كل فائدة ما فيه، لا يقدر يرجع نازح، لا يقدر يعمر مناطق السنية. تدمير، هذا اتفاقية من إيران على تدمير مناطق السنية يا أستاذ محمد الغالي. هاي ما بيوت تفليش المناطق السنية، المحافظات السنية ما داعش كلاوات، هي الحكومة فلشتها. نعم. واخذ الكلام المضبوط من عندي. نعم نعم نعم. وعمي من السولف مدارس، صار ان الناس بالمخيمات، دمروا المناطق، دمروا البساتين، قعدوا الناس تستحتاح. هاي مو حكومة، الحكومة بيد إيران، احنا الحكومة العراقية ما بديهم شيء. واخذ الكلام المضبوط من عندي أستاذ محمد. نعم. أشكرك. شكرا شكرا لك ابو حسين. ابو سجاد من ذي قار حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخي استاذ محمد، شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. والله اصلا هاي القضيه جريمه، يعني جنائيه، يعني ما صايره بكل تاريخ العالم. يعني شنو ذنب هاي الاطفال؟ هسه ذا كان هو مطلوب للدولة أو ما مطلوب، الله العالم. يعني أنتم حاصروا البيت وعلى كيفكم، وخلي العائلة تطلع وألقوا القبض عليه. يعني جريمة طفل عمره 15 يوم، شنو ذنبه ينقتل بدم بارد؟ يعني ما صايرة، يعني جريمة. دير أنتم هذا اللي مساع طلع، هذا اللواء مدري الفريق، يعني أنت عندك معلومات، يعني ليش يعني ما تخاف الله تتهم لك إنسان بيتي فلاح رجال كاتب هو وعائلته؟ شنو ذنب الأطفال؟ عمي جريمة، المفروض هاي كل المفردة تتعاقب وتتحاكم حكم عدالي. أبو سجاد مو بس هيك، يعني أخته ذكرت تقول إنه هو عنده راتب رعاية اجتماعية، إذا كان هذا الشخص المغدور رحيم الغريري مطلوب أمنياً أو أربع إرهاب أو إرهابي أو كان يشتغل. أقول لك هو لو تاجر مال مخدرات قاعد في هاي المنطقة، تلقى عنده قصور وعمارات وفلل، وحتى تلقى علاقاته ويا السياسيين الكبار. عمي شنو هاي؟ عمي عيب هاي، ترى هذا مو حكي، يعني هاي ناس أبرياء، يعني شنو ذنبه؟ يعني زين هو هذا الحقيقي اللي وجاب قوة، زين ماكو قائد عمليات، ماكو قائد شرطة، ماكو محافظ، يعني انت جبت قوة وجيت واقترقت وقتلت، ويعني شيني وين الدولة؟ وين راحت القوات؟ وين تعرف ابو 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 سجاد، المشكلة انه اخته تقول انه واحدة من بناتها كانت متزوجة وزوجها اسمه شهاب، وشهاب ضابط عايش بالشعب ببغداد، واكو خلاف بين شهاب وزوجته اللي هي بنت رحيم الغريري، وجت البيت اهلها زعلانه، وعلى ضوء هذا الخلاف العائلي ما بين هذا الضابط ورحيم وبنته صار خلاف كبير بين الطرفين وهددهم، وهو اللي نفذ هاي العمليه نتيجه هذا الخلاف. يا أخي نفس جريمة جميل الشمري من قتل هنا 65 واحد على جسر الزيتون بالناصرية، والسولي مو قتل 65 واحد وأصبح ثاني يوم وهذا ذاك يا موجود بمناصبه وبمكان. يا أخي هاي ناس مجرمة، يا أخي والله العظيم ناس مجرمة، ما يعني جاي تظلم بالناس الفقراء. يعني هو يا وين هم أهل المخدرات؟ مو موجودين أهل المخدرات، تجار المخدرات ومكاناتهم يعني فتنا عم ما أدري عم مو حكومة هاي، الله شاهد هاي حكومة مشيطنة. يعني ما أدري تقتل الفقير تسوي مجرم، والمجرم باقي. يعني ناس أبرياء هسه يطلع هذا مساء هذا بدماغ الفريق هذا يقول لا علي قضايا إرهابية، يطلع هذا المحل المساء السياسي يقول لا مطلوب جنة إرهاب. يعني شنو يعني أنتم بكم ما تخافون الله بات تقولون رب العالم؟ هاي أطفال هسه هو مجرم، بس هاي الأطفال شنو ذنبها؟ هاي أطفال أطفال ونساء شنو ذنبها؟ يا أخي واحد مجرم، يعني حتى واحد دول العالم حتى واحد مجرم، العائلة شنو ذنبها؟ مو دولة، عصابة. الله عم الله يكون بعونهم. لا. الله ياخذ حقهم إن شاء الله، الله ياخذ حقهم إن شاء الله، الله الله ينصرهم. إي والله المساكين دول ياخذون حق هذا الناس اللي ارتكبت هاي الجريمة. إي والله
نعم شكرا 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 لك ابو سجاد. كان المفروض يدخل ويانا يعني وسام من صلاح الدين بس انقطع الاتصال وياه. عماد من كركوك حياك الله. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي مو بس اصعد على الهواء الله في دين. نعم. شنو اخ عماد ما سمعتك؟ ما سمعت الاخ عماد شنو قال لي؟ اعتذر منك، اتمنى ترجع لنا حتى نسمع من عندك. ابو شيماء من بغداد حياك الله. ابو شيماء السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ هاي الشغله هاي شغله سمعت بيها هذه يقولون جنائيه هاي يعني يمه بيناتهم هو بالآن قاتل عائلته. والله اخوي العزيز يعني انا بس اريد اسالك سؤال، اذا كان هو قاتل عائلته صور الاطلاقات اللي موجوده برا منين؟ والله هي روايات هوايه، واحد يقول مخدرات، ما تعرف حمام الرجل حقه الوزن، ما تعرف يعني شغله بيناتهم يعني ما ادري هو هذا مطلوب هو يعني صارت شغله بين عائلته ما محافظ يعني بابل يعني ابو شيماء ابو شيماء محافظ بابل حسن منديل طلعناه قبل شويه التصريح مالته، محافظ بابل صرح تصريح وتصريحه موجود يمي يقول ماكو اي مؤشر على اي. محافظ بابل حسن منديل يؤكد ان المجني عليه رحيم كاظم الغريري الذي قتل مع عائلته ليس مطلوبا ولا يوجد عليه اي مؤشر او اتهام لدى الجهات الامنيه في المحافظه وفق الماده 4 ارهاب كما اشيع، وان ما جرى في جبله حادثه جنائيه بالكامل قام مرتكبوها بتلفيق التهمة إلى خلفية إرهابية. هذا محافظ بابل هيك قال وطلعناه. وهذا وزير الداخلية يحكي شكل ذاك ما تعرف يا أخي، والله احنا تهنا ما أدري شلون وين يعني الصح زين الغلط ما أدري. أنا أريد أسألك سؤال أبو شيماء، بس هذا مع الأسف هذا أستاذ ربع هذا بيحكي هسه يقول ضد السنة، إخواننا شنو ضد يعني هذا طائفي شنو ضد السنة شنو ضد السنة يعني رأي أبو شيماء هذا رأي أبو شيماء مثل ما كل شخص عنده رأيه ما أقدر أبو شيماء ما أقدر أصادر رأي أحد يعني هذا رأيه السنة هم إخوان اخواننا يعني هم قالوا طيب. شنو انا بس اريد اسالك سؤال ابو شيماء اريد اسالك سؤال تفضل. قوه عسكريه بهامرات باسلحه تحاصر بيت لمده 3 ايام شنو معناها؟ والله يعني ام لا خبير عسكري يا استاذ عزيز ولا هاي ما هم الدوله وهم يعرفون بهذا الشيء يعني لا يعني هو انا دار اسالك ها رحيم الغريري اكو بيت 12 طفل أصغر طفل بيهم عمره 15 يوم بعد ما كمل الأسبوع الثاني يعني أريد أسألك سؤال قوة عسكرية حاصر البيت يومين وثلاث يوم وراها ينقصف البيت بدوشكات وصواريخ ويحترق البيت على رؤوسهم وينكتلون هو قام يرمع القوات الأمنية قام القوات الأمنية تواوا عليه هم ردت جزء إرهابيين قاعدين بيته أخي العزيز دا أقول لك محافظ بابل قال ما لقينا من ضمن العشرين أي مطلوب يعني هاي دا تقول إذا يجوز أكو إرهابيين بعد ماكو المحافظ يقول ماكو هي أستاذ العزيز قوة جت من البيت على القوات الأمنية من واجبهم يضربون أي بيت يضربون إذا طلق نار على البيت على أي مكان يضربون البيت يسووا خراب هاشي متين من عنده باي حق يعني اخوي العزيز ابو شيماء باي حق اكو اطفال جوا واكو نساء جوا هذا شروع بالقتل اخوي العزيز اي هو هذا النظام اي قوه اي طلقه تطلع من بيتها سنا ليداهمون بيوت مال مخدرات عصابات يجون المكانات المضاد فمن تضرب الناس يضربون البيت كله يكتون اثنين مرات داخلهم هو ضربهم فهاي تصير هاي الحالات ما اقول لك ما تصير بيصير يعني اشتباكات ابو شيماء تقول لي اكو مداهمات على اوكار مخدرات بالعراق؟ اوكاري طبعا يوميه هاي تسمعوها بالاخبار لا حد يطبون على البيوت والله انا هسه اريد اسال سؤال وزير الداخليه ومن يطلع ويقول اكو 50% من الشباب العراقي يتعاطى عجل هالمخدرات بدها توصلهم من وين؟ هو تجي هو العراق مفتوح حدوده وتجي يا استاذ العزيز
تجيك من الامارات من السعوديه هسه ايران ما تجي ايران لا ابد المهم بس انا اريد اسالك اذا العراق مفتوح اذا العراق مفتوح وطبي المخدرات على من الصوج على الشعب لو على القوات الامنيه هسه شوف كل دوله ذاك اليوم تقريبا بالسعوديه 83% يتعاطون المخدرات حدود مفتوحه ذاك اليوم احنا من ابو شيماء ما تجاوبني الصوج على الشعب لو على القوات الامنيه اللي دا تفتح المجال وتخليها تفوت طبعا مسؤوليه الدوله استاذ على مسؤوليه الدوله هي الحدود مفتوحه رحيم الغريري لما مات هو و19 نفر من عائلته حتى لو كانت القوات الامنيه ما مشاركه مو عليها الصوج انه ما حمته كمواطن عراقي والله هي استاذ هي تصير هاي الحالات يوميه هاي مداهمات يا اخويا اذا كل مدني ينقتل احنا نقول عليها حالات لعذول الناس اللي ينقتلون بالعراق منو ياخذ بحقهم هو احنا صارت عندنا طبيعيه استاذ وبالنسبه للمداهمات وواحد يرمز هسه ذاك اليوم عندنا بيرات قتل 20 واحد هي طيب. هاي تصير حالات مو تصير يا استاذ افل الله يخليك تصير مجازر بحق عوائل كامله بكل بلدان العالم صحيح نعم شكرا شكرا لك ابو شيماء فيصل من الانبار حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يومك اخي الكريم حياك الله اخوي اخي الكريم انا بس اتعاطف على شغله واحده السيد مصطفى الكاظمي نعم اللي هو رئيس وزراء العراق اللي هو مسؤول عن القوات الامنيه والشعب الطرفين نعم وين؟ أنا أقول له شغلة واحدة يعني هذا تعتبره بيوت مشتعر راح أعطيه إياه وكيف توصله؟ يقول أمس اتصلت بالقمل وقلت له هل ممكن أن يخرج العطر من الفسيخ والبصل؟ قال أجل فقلت له هل ممكن أن تشعل النار بالبلل؟ قال أجل فكل شيء محتمل قلت إذن سيشعر حكام العراقيين يوما بالخجل قال أبصق على وجهي إذا هذا حصل نعم 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 أنا أعزي منطقة الزلة قامت من هاي الأسرة اللي صارت وحمل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ومحافظ فاضل المفروض هسه يستقيلون المفروض هسه يستقيلون اذا هم يحترمون البدله اللي لابسينها نعم زين يعني انت علاش حفظ الامن واول ما مشروعك نعم نعم رئيس الوزراء انه أخ فيصل أنا أعتذر منك بس راح يدركني الوقت وعندي رسائل واتساب أريد أقرأها شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا السلام عليكم واضح وضوح الشمس أن مجزرة جبلة هي استغلال لمنصب حكومي لتصفية حساب شخصي وهذا حال العراق منذ 18 سنة متابعيكم من ولاية فيرجينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ما حصل في العراق جريمة يندى لها جميل الجبين عفوا تحية طيبة ماذا ننتظر من بلد تولاه أعداؤه وتحكموا بمصير شعبه وفرقوه سنة وشيعة حسبنا الله ونعم الوكيل أخوك أبو محمد السلام عليكم إن شاء الله يقصفون كل واحد ما يدين إلى هذا البلد كما تدين وتدان إن شاء الله يتجربها ويقصفون بيتك وأولادك يا كل من تحاول تقتل أبناء العراق الله عليك يا أستاذ أفل أتمنى أنه توصل هذه الرسالة إلى كل ذيل العلوية من بغداد السلام عليكم ورحمة الله هذه الجريمة وكل جرائم العراق مسؤول عليها أولا الشعب العراقي لأن ساكت على المجرمين الإرهابيين في الخضراء يجب على كل الشعب العراقي أن يتحد ويتكاتف ويدخل إلى الخضراء ويحارب ويقاتل الإرهابيين والأحزاب والميليشيات في المنطقة الخضراء السلام عليكم زادت على حدها هذه الحكومة قذارتها لا تقل عن الميليشياتية معها وإلا فالاستقالة واجبة عليها هذه أساليبهم الخبيثة لتدليس الحقائق منذ عام 2003 ولحد اليوم جميع أتباع الحكومة وذيول إيران تكلموا دفاعا عنها ومنهم من تكلم في البرنامج وهو ذيل إلى إيران يتصل يلف ويدور ويرمي شبهاته ليدافع عن العامري وعن الخزعلي وعن حكومته متى السكوت ونبلع قهر واعتقالات وقتل غدر والمتصل بداية البرنامج لفها على أنه سنة وشيعة وغيرها احنا بلد
عراقي شعب كامل، ما بيناتنا لا سنة ولا شيعة، احنا كنا اخوان، لا حد يتكلم طائفية لان ما نريد نعيد الفتنة الطائفية ولا حد يلتف لفهم. هذا كل مرة يكتب محافظة ودائما يتكلم عكس التيار والناس ويدعي هو انه قتل عائلته وانتحر. طيب قصف بالأسلحة المتوسطة وآثارها موجودة، المنزل هذا شنو؟ ليش يدافع عن الحكومة بالباطل؟ تحياتي لكم، علي الجابري من ألمانيا. السلام عليكم، تحياتي واحتسابي لأبو فاطمة من النجف، والسلام إلى أبو حسن من بغداد، وشكرا لكم يا قناة الرافدين على ما تقدموه. السلام عليكم، هذه الجريمة وكل جرائم العراق مسؤول عليها أولا الشعب العراقي لأن ساكت على المنطقة الخضراء. أبو علي النجفي من لندن. مشاهدين الكرام، لفقت الكثير من التهم إلى رحيم الغريري، ومنها أنه قاعدة وداعشي وتاجر مخدرات وإرهابي، ليخرج حسن منديل وينهي هذه التهمة ويقول أنه غير مطلوب وغير إرهابي وغير مطلوب إلى الدولة أصلا، ليكتشف بعدها أن هنالك خلاف شخصي. هذا الخلاف الشخصي يؤدي إلى مقتل عائلة بأكملها مكونة من أب وأم و18 نفر من أولادهم وأحفادهم، والنتيجة تلفيق حكومي للحقائق حتى ينهزمون من المصيبة والشعب ده يدفع الثمن. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بسنة جديدة إن شاء الله باكر. في أمان الله.